وزي كفن تبع الموجة. السلام عليكم، مرحبا بكم على موزايك اف ام. مرحبا بكم في تيست جديد نتاع التليفون نتاعنا اللي باش نحكيو عليه اليوم، هو لو اوبو اف 11 برو. تابعوا معنا التيست وبعد نعطيكم راينا شنو قولنا في هذا التليفون هذايا، سمارت فون جديد يتلانسا في تونس. دونك هذا هو الاف 11 برو، هذا هو الصندوق نتاع التليفون، لو اف 11 برو، تليفون اللي عالميا تم الاعلان عليه من مارس 2019 في تونس، تم اطلاقه منذ ايامات. الصندوق نشوف فيه ساعه شنو هو فيه، فوالا هذا التيت نتاع الشارجور، هذا الخيط، ومن هنا نلقاو الكيت بالنسبه للتليفون هذا. به نبعدوا شويه على الباكو، خلينا نركزوا مع التليفون على الاقل، نعملوا طلع على ديزاين. ديجا ديزاين فيه برشا حاجات نجم نقولوا جديد بالنسبه للمستعمل نتاع التليفون في المارشي التونسي. علاش؟ خاطر التليفون هذايا هو الاولاني من نوعه اللي يتلانسا يعني ان ايكرون بانوراميك. اش معناتها؟ معناتها لهنا كان تلاحظوا ما تلقاوش الكاميرا السيلفيه اللي نحكيكم عليها، جوست تعملوا طلع على الديزاين، نفس الخط بالنسبه للديزاين نتاع تليفونات اوبو، ستادير كلمه اوبو من هنا، الجمله ديزايند باي اوبو، لهنا ليكتور دونبرنت ديجيتال، ولهنا دوبل كابتور اللي يجي في الوسط مع فلاش، نحكيو زاد عليهم بعد. بالنسبه للالوان فما خاصيه هامه بالنسبه للالوان، الوان مزيانه ياسر بالنسبه للتليفون هذايا. نحب نذكركم ديجا مع الاف 9 اللي تم اطلاقه في اخر 2018، لاحظنا انه فما خدمه على الديزاين يكون فيه ديغراداسيون بالنسبه للالوان. اف 11 برو هذايا فيه اون ديغراداسيون تاع ثلاثه الوان، فما زوز الوان خرجوا بالنسبه للتليفون هذايا وتم اطلاقهم في تونس. فما الميد نايت بلاك هذايا اللي تشوف فيه، فيه شويه موف، فيه نوع ما شويه اكحل من هنا، لكن زاد فما الاورورا جرين اللي تشوفوا فيه اللون هذا. دونك فوالا هذا بالنسبه للديزاين وللشكل. بالنسبه للايكرون نتاع التليفون هذا سي ان ايكرون كبير كما قلت لكم، الميزه نتاعو سي ان ايكرون بانوراميك، دونك كبير ياسر، تنجم تتفرج في التصويره كامله من غير ما تكون فما الهول، ولا من غير ما يكون فما النوتش اللي برشا ناس يعني تقلقهم بالنسبه للفرجه نتاع فيديوهات. سينو بالنسبه للتليفون هذايا ليكرون نتاعو سي ان ايكرون 6.5 بوص، سي ان ايكرون فول اتش دي بلس. الراسيو نتاع التليفون هذايا هو 19.59، وحاجه مهمه ياسر هو انه الشاشه نتاع التليفون هذايا تحتل 90.3% من الجسم نتاع التليفون، دونك من اكبر كما نقولوا نحن النساب، ومن اكبر لي زيكرون بارابور كبر التليفون. دونك التليفون في اليد ساهل ياسر انك تشده بيد واحده مثلا، والفرجة تكون على إكران كامل. السؤال اللي يطرح نفسه توا، وين الكاميرا القدامية؟ إيبا الكاميرا القدامية متخبية، وهذه الخدمة متاع شركة أوبو بما أنه رينا الشيء هذا مع الفايند إكس ومع برشا تليفونات أخرين. إيبا الكاميرا القدامية هي الرايز أب كاميرا، وشوفوها من هنا الكاميرا اللي خرجت. نعود نوريكم كيفاش تهبط فيسع الكاميرا، نعود نطلع الكاميرا سيلفي، فوالا. دونك هذه هي الكاميرا هذه اللي اوبو جربتها، بحيث انك تستعمل الكاميرا هذه 100 مرة في اليوم، التليفون هذه ولا الكاميرا هذه تنجم تخدم مدة 6 سنوات. دونك فما خدمة كبيرة ياسر على التيست نتاع الكاميرا. الكاميرا القدامية هي 16 ميجا بيكسل، والوفرتور نتاعها F2.0. نخرج من الكاميرا القدامية نمشي للكاميرا اللي في الظهر. الكاميرا اللي في الظهر هي اون فيت دوبل كابتور في الظهر، ودوبل كابتور هذه 48 ميجا بيكسل مع اوفرتور F1.8، والثاني 5 ميجا بيكسل الاوفرتور نتاعو F2.4 مع ان فلاش ليد، وبالطبيعه لهنا الليكتور دومبران ديجيتال كيف ما قلت. شويه نعملوا نظره من الفوق من الديزاين على جناب، فما يعني ظهر انكورفي باش ينجم يشد التليفون بالكدا. لهنا فما البور ميكرو يو اس بي، وفما البور جاك من لهنا، فما اوبرلور من لهنا، ومن لهنا زاد فما اوبرلور باش يعطي كاليتي دو سون حلوه ياسر وقت تبدا تستعمل في التليفون ان سون ستيريو. دونك حاجه مهمه ياسر باش تكون فما تجربه نتاع جيمنج، تجربه نتاع فرجه نتاع فيديوهات، تجربه نتاع مثلا فرجه على يوتيوب، وتكون التجربه ممتازه جدا. فوالا دونك حكينا على التليفون بالنسبه للمصوره، نحب نواصل مع الكاميرا هذه، خاطر شركه اوبو خدمه باهيه ياسر بالنسبه للكاميرا. لهنا نلاحظوا
نقولوا فما المود بورتري المود فوتو ولهنا المود فيديو. لكن وقت نمشيو للمود فوتو مثلا نلقاو لهنا دوتغ مود اللي هما البانوراميك مود اكسبير تايم لابس وسلو موشن، وهذايا المود نايت خلينا نحكيو عليه المود هذايا خاطر سي مود تري امبورطون بالنسبه لشركه اوبو. علاش؟ على خاطر المود هذايا يسمح بالتصوير ويسمح بان تريتمون نتاع انتيليجونس ارتيفيسيال، بحيث انك وقت تصور في لومينوزيتي طايحه التليفون هذايا ينجم يعمل ايزولاسيون مثلا للوجه، ومن بعد يخدم على اكثر من تريتمون للتصويره باش تكون فما لومينوزيتي باهيه وانه التقاسيم نتاع الوجه مثلا تكون ظاهره بالكدا. دونك هذه هي الخدمه اللي تخدمها شركه اوبو عن طريق ان كابتور اكبر ب 80% باش يكابتي الماكس نتاع الضوء بالنسبه للاستعمال التليفون هذايا. دونك هذه حاجه مهمه جدا بالنسبه للاستعمال واكسبيرونس نتاع تصوير مع لو اف 11 برو. دونك هذه زاد يمكن يصير الخدمه اللي تمهد زاد لتجارب اخرى متقدمه اكثر واكثر مع الرينو مع عند شركه اوبو. سيتوين جام تنحكي عليها وحكينا عليها من قبل ساعه جربناها على موزايك كافي وقت كنا حاضرين مع اللونسمون نتاع الجام هذه مع اوبو في دبي. على كل التليفون هذا فيها بروسيسور ميديا تيك هيليو بي 70 جرافي على 12 نانومتر، ان بروسيسور اوكتا كور وان بروسيسور قوي ياسر. دونك ينجم يخدم التليفون هذا يخدم بالاندرويد 9.0 وفيه السيركوش كولر او اس 6. ديجا واحدة من ميزات الكولور ويس حاجة تعجبني بكده في الـ في الـ في استعمال الـ يعني السيركوش هذه متاع شركة أوبو، إنها مزيانة بالنسبة للألوان، إنها منظمة ياسر خاصة لهنا بالنسبة للمنيو بالنسبة لاستعمال التليفون. دونك سهلة ياسر بالنسبة للاستعمال. فوالا في تونس التليفون هذا يتلانسا بالكونفيغوراسيون 6 جيجا دو رام و 128 جيجا دو ستوكاج، مع العلم إنه اكستنسيبل الميموار هذا بالنسبة للناس تحب تكبر الميموار. دونك فرصه كبيره ياسر بالنسبه للاكستنسيون تاع الميموار. فما زوز نقاط حاب نركز عليهم. النقطه الاولانيه هي الشارج، بما انه التليفون هذايا يسبورتي الفوك 3.0، دونك 5 دقائق نتاع الشارج تنجم تعطيك قرب 9 ساعات كومونيكاسيون نجم نقولوا هكا، مع العلم انه تنجم تشارجي التليفون هذايا 100% في ظرف 80 دقيقه. هذاك علاش الخدمه نتاع الفوك تشارج بالجينيراسيون الثالثه التكنولوجيا نتاع شركه اوبو هي تجربه قدمة بالكدا بالنسبة للشارج نتاع التليفون، خاصة وانه التليفون ما يسخنش وقت تصير فيه تصير له الشارج. هذه حاجة. الحاجة الثانية هو انه التليفون هذايا فيه حاجات تخليه اوبتيميزي بالنسبة للاستعمال، كيما مثلا انه في وقت النوم لي زابليكاسيون يدخلوا اون مود في باش ما عادش ياكلوا الشارج، مع ان بروسيسور موجه اكثر للتنظيم نتاع خدمة لي زابليكاسيون فيا اون تكنولوجي اسمها هايبر بوست. هايبر بوست هي تكنولوجيا طورتها شركة أوبو مع برشا شركات أخرى كما يونيتي كما ريل إنجن باش تطور الإكسبيريونس متاع الجيمينج بالنسبة للتليفون هذا. ديجا فما إسباس كامل للجيمينج تشوفوا فيه قدامكم، تنجموا تدخلوا وتنجموا يعني تستعملوا لي جو. فما 11 جو أوبتيميزي باش تخدم فيها هايبر بوست على التليفون هذا، منها ببجي بالنسبة للناس اللي تحب تلعب. جوست فما حاجة يلزمنا نعرفوها لهنا هو أنه كما قلت لكم التليفون قوي ياسر، يساعد برشا لي جيمرز، يساعد برشا الناس اللي تحب تستعمل دي جو فيديو يستلزموا يعني قوه جرافيك كبيره ياسر. وعن طريق هايبر بوست البروسيسور ينجم ينظم الخدمه نتاع لي زابليكاسيون خاصه الجو، بحيث انه يكون فما كاليتي باهيه بالنسبه للجو، فما جيم بلاي مزيان ياسر بالنسبه للتليفون هذايا. مش كان لي جو هاو، خاطر هايبر بوست زاد نجم تقوي اكثر انك انت تخدم لابليكاسيون في ديز ابليكاسيون مثلا ياخذوا وقت معين بالنسبه للحلان، يقوي اكثر من 30% مثلا ديماراج نتاع فيسبوك، يقوي اكثر من 16% مثلا كي ترجع من بارتي في ليكرون المنيو برينسيبال. دونك فما برشا حاجات اللي قويه هايبر بوست. فوالا دونك هذه كلمتنا على التليفون هذا لو اف 11 برو، التليفون هذا اللي موجود في تونس. مع الاف 11 برو تم اطلاق لو اف 11، شنو الفرق ما بيناتهم؟ هو انه فيه نفس الخاصيات ما عدا
انه الاف 11 فيه ووتر دروب سكرين، معناتها انه الكاميرا فرونتال موجوده من القدام، ما فماش الرايز اب كاميرا اللي موجوده بالنسبه للاف 11 برو. فوالا دونك هذا التليفون. راينا في التليفون هذا سي سمارتفون قوي، علاش؟ على خاطر نون سولمون سور كوش خفيفه مزيانه ياسر، لكن زاد ان بروسيسور قوي، لكن زاد اون كونفيغوراسيون 6 جيجا دو رام و 128 جيجا دو ستوكاج به ياسر، موجه للجيمرز، موجه للناس اللي تحب تتفرج في افلام بكل راحه. ليكرون نقطه قوه كبيره بالنسبه للتليفون هذا، خاطر ما فماش قلق تتفرج في ليكرون كامل. الحاجه الاخرى هي الكاميرا اي الالترا نايت مود بالنسبه للتصوير في لوميوزيتي طايحه، دونك يساعد برشا التليفون هذا. الصوت كاليتي باهي ياسر، لكن شو الحاجتين اللي كنا نتمنوا انهم يكونوا موجودين في التليفون هذا؟ كنا نتمنوا انه التليفون هذا الليكتور دوبران ديجيتال يكون محطوط تحت ليكرون، هي لا توندونس بالنسبه للاستعمال اليوم. كنا نستناو انه يكون استعمال نتاع اليو اس بي تيب سي بالنسبه للشارج نتاع التليفون، يمكن ياسر اليو اس بي تيب سي مع الفوك تشارج 3.0 اون كومبي يزون تعطينا افاق اكبر واكبر بالنسبه للفيتاس نتاع الشارج، وتعطينا ولو انه واحده من نقاط القوه نتاع التليفون هذا الفوك 3.0 شارج رابيد نتاع التليفون هذا. على كل حال فوالا، دونك حكينا على التليفون هذا في انتظار ان شاء الله تستيو تليفونات اوبو جايين، خاطر الماركه معامله ياسر على توت اون جام نتاع دي سمارت فون اللي باش تكون حاضره في تونس ان شاء الله في الصيف وفي الاشهر الجايه. قدرت ربي نجاوكم وقتها ونحكيو باكثر التفاصيل على شو جاي مع عند الماركة هذه. بارك الله فيكم، نتقابلوا معكم، تابعونا على شين يوتيوب على الباج فيسبوك متاع موزايك اف ام، وتابعوني في هاي تيك باش تاخذوا اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم.